مركز النور للعلاج بالقرآن الكريم والسنة النبوية للشيخ راضي الحويتي، الآن في 6 أكتوبر المحور المركزي أمام مدرسة القاهرة للغات وبرج الأطباء، عمارة 75 الدور الثاني. للتواصل والحجز 010-21-50-54-47 أو 010-20-12-22-23. مركز النور للشيخ راضي الحويتي، صرح كبير للعلاج بالقرآن الكريم والسنة النبوية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، إنك ولي ذلك ومولا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، عودا حميدا إلى برنامجكم لا يفلح الساحر. كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي أحبتي في الله عند أعراض السحر العنوسة، أو سحر الغرض منه عدم الزواج أو العنوسة، وتحدثنا كيف يكون الارتباط بين سحر عدم الزواج أو عدم العنوسة بالسحر المشروب وأعراضه التي تتعلق بسحر المحبة أو غرضه المحبة. اليوم بقدر الله تبارك وتعالى، طبعا لما كنا في الحلقة يعني أمس كنا مع الأستاذ هاني الدباني، ربنا يحفظه وبارك فيه، وتحدثنا عن أعراض السحر الخاصة، وقلنا أن هناك للسحر أعراض عامة وأعراض خاصة. قبل ذلك من فترة تحدثنا عن أعراض السحر العامة كلها، وطبعا الناس أو المشاهدين دايما بيبعتولنا على الصفحات لازم نتكلموا على طول على الشاشة في أعراض السحر العامة، عشان خاطر الناس اللي عندها سحر أو عندها مشكلة تاخد بالها ان عندها مشكلة وتقدر تحل المشكلة دي. ومن اكبر المشاكل اللي بتواجه الناس ان يكون عنده مريض في البيت مسحور، بنته او ابنه، وما يكونش معترف ان هو عنده سحر او غيره. فطبعا احنا عشان بنتكلم بنوضح بنقول يا جماعة خلي بالكم ان السحر ده مش شيء يعني عيب في الانسان انه يسحر، ولا هو يعني مصيبة او قدح او ذم في الانسان إنه يكون إنسان مسحور، أو لكن ده ابتلاء ربنا، وده قدر الله تبارك وتعالى إن ربنا يقدر لك إنك تسحر، ودي ممكن تكون يعني رحمة لك من الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يعني ما فعل فينا شيئا إلا لرحمة بنا. وطبعا الناس بتعتقد إن السحر ده يعني شيء في ذم أو شيء في قدح أو شيء إنه هو خلاص أنا فيه عيب ولازم نكون ما نكونش مسحور وما نكونش كذا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم سحر، فإحنا مش أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، مش أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا نسحر. لا، ده هذا المرض ابتلاء، وهذا الابتلاء يعني يأتي للصالح والطالح، ويأتي للأنبياء، ويأتي لغير الأنبياء، ويأتي للكافر، ويأتي للمسلم، ويأتي للبار، ويأتي للفاجر، ويأتي للصبي، ويأتي للبنت، ويأتي للكبير، ويأتي للصغير. يعني فمش لازم الناس تاخد الموضوع ان ده انا عندي سحر يبقى انا عندي مشكلة وما ينفعش الناس تعرف وما ينفعش. لا، لو انت عندك مشكلة عالجها، المشكلة بتنفض ان شاء الله وما يكونش في اي مشكلة. لكن المشكلة ان لما يكون عندك سحر وتبدأ انت تكابر وتقول لا اصلا ما عنديش، اصلا مش رايح لشيخ، اصلا انا كذا، اصلا انا كذا، وانت مطالب شرعا ان انت تعالج. يعني انت مطالب شرعا، ربنا يعني يأمرك ان انت تتشافى وان انت تتداوى وان انت تذهب للطبيب وتذهب لحد يعني يعالجك حتى لو كان معالج اوراقيا. فموضوع ان انت تبقى عندك مشكلة وتتكبر انك تروح لشيخ بحجة ان انا مثقف ما ينفعش نروح لحد، ان انا بنصلي ما ينفعش نروح لحد، ان انا بنسمع قرآن ما ينفعش نروح لشيخ، ان انا بنقرأ كل يوم كذا ما ينفعش يبقى ما عنديش شيء. طبعا انت عندك مشكلة وما يعرفهاش غير حد يكون هو اصلا شغله ده معالج، فاهم يعني ايه عندك سحر، وفاهم يعني ايه ما عندكش سحر. فمش شرط ان يكون انت بتصوت وتصرخ عشان تروح للمعالج، ومش شرط انك تكون بتسمع قرآن ومتسمحش عشان تروح لمعالج، ومش شرط ان انت عشان بتصلي انك ما تروحش المعالج. لا، ما انت ممكن تكون عندك السحر وعندك المرض ده والمشكلة قائمة عندك وعندك وموجود وانت بتصلي، ما فيش مشكلة في ديت. واحنا اتكلمنا امبارح على الموضوع ده وقلنا ان ايه المشكلة ان الانسان يكون مسحور وبيسمع قرآن، لان الجن بيسمع قرآن زي
اي حد. طبعا الكلام بياخد منحى اخر ان الناس يقول لك لا يا عم هو ده قدر ربنا وان انا ربنا مقدر لي السحر عن عيش بيه وخلاص. لا انت مطالب شرعا انك انت تتداوى وتذهب الى معالج او تذهب الى طبيب. فما ينفعش يبقى عندك سحر وعندك مرض وما تروحش لحد يعالجك الا لو انت بقى خلاص انت سلمت امرك يعني للمرض وما انت ما سلمتش لله، لان ربنا امرك انت تتداوى. فما تسلمش امرك للمرض وتسلم امرك للجن عشان يلعب بيك وضيع حياتك ودمر حياتك وتجد نفسك يوم القيامة ان انت بين ايد معاصي ارتكبتها من اثر السحر عليك، وربنا يحاسبك على هذه المعاصي. واحد يقول لي شيخ طيب انا مسحور، انا ذنبي ايه؟ ما اللي سحروني هم اللي هيتحاسبوا. لا، انت عليك اسم وعليك اثم وعليك ذنب لان انت ما تعالجتش. ولو انت السحر دايما بنقولها السحر ده قدر الله تبارك وتعالى، لو ربنا مقدر لك هتسحر، ربنا مقدر لك يتعالج، ربنا قدر لك انك تعيش بيه طول عمرك يبقى ربنا مقدر لك ذلك وهتعيش بيه طول عمرك. لكن انت زي ما ربنا قدر عليك السحر انت مطالب ان انت تتداوى. فما يجيش حد يقول لي اصلا يا شيخ انا بلد بنصلي يبقى خلاص مش رايح للشيوخ، بلد بنسمع قران يبقى خلاص انا مفيش شيء مش رايح للشيوخ. لا، حاول تعرف المشكله فين وتحلها، وحلها يكون سهل ان شاء الله وتنحل سريعا. اليوم بقدر الله تبارك وتعالى نتكلم على اعراض السحر العامه اللي بتمس الانسان او تاتي للانسان. طبعا يعني اي حد بيسحر لازم يظهر عنده اعراض، ممكن في حالات نادره جدا يظهر من الاعراض اللي احنا متكلم فيها دي كلها حوالي 120 عرض يظهر يعني كميه بسيطه من الاعراض عند المسحور، ودي للاسف بتكون خباثة جن على الانسان وتكون قوة سحر من الساحر، وكون الساحر اللي عامل سحر ساحر أصلي يعني ساحر عنده العلوم الثلاثة اللي هي المفرد والمزدوج والمركب، وعارف ازاي يسيطر على الجهاز العصبي عند الإنسان وجايب له جن ذكي عشان الجن ده ما بيلوش ان انت مسحور ويعيش طول عمره بالسحر وهو مسحور وعنده مرض السحر وهو مش حاسس انه هو عنده سحر وهو بينكر انه هو عنده سحر. وتجد واحد ينكر اصلا موضوع السحر يقول لك اصلا ما فيش شيء اسمه سحر او جن او غيره. فاليوم بقدر الله تبارك وتعالى نتكلم اعراض السحر العامة عشان نبين للناس ان في مشكلة قائمة، ان في سحر موجود، ان في جن موجود، وبرضو عشان نبين للناس ان كل ده بقدر الله تبارك وتعالى، كل شيء بقدر الله تبارك وتعالى. علشان كده دايما بنأصل المسائل دي عشان انت عندك بنأصل منقول ان السحر ده مرض حقيقي في جسم الانسان، يعني غير عاقل لا يفهم القرآن. فما تجسش الامور كلها ان انا مسحور، طالما انا مسحور يبقى ما نسمعش قرآن او ما نصليش او الى غيره، ولو انا مش مسحور نسمع قرآن ونصلي وكذا وكذا. لا، دي لا تقاس بهذه الامور وما تقاس بالشكل ده. لا، ده وانت عندك مشكلة دور عليها وعالج نفسك عشان ربنا يحاسبك عليها. فما يجيش حد يقول لي اصلا انا بدل انا مسحور مش هنعاقب او نحاسب على فعلي. لا، انت انسان مسؤول عن فعلك. ف يعني العلماء اختلفوا في فعل يعني الذنب اذا فعله المسحور هل يقع عليه اسمه عند الله تبارك وتعالى ولا لا يقع. طبعا اللي يقع الاسم اذا كان الانسان في قواه العقليه، يعني هو يقدر يتحكم في نفسه. واحد تاني ما قدرش يتحكم في نفسه، يعني حد مسحور فالجن دمر الجهاز العصبي عنده فاختل عقله وغاب عقله فلا يحاسب على فعله. ولكن اذا كان الانسان مسحور ويعني يعقل ويعي الامور ويقدر يميز بين يعني الضر والنفع ويقدر يميز بين الصحيح والسقيم فذلك يقع عليه اسم المسحور اسمه اذا فعل ذنب بسبب السحر. والاسم الاكبر يقع على الساحر والجن المرتكب او الجن المتلبس بهذا المريض اللي خلاه يفعل هذا الفعل. فالاسم يقع على مين اذا كان الانسان مسحور؟ عشان ننهي هذه المساله، اذا كان الانسان مسحور يقع الاسم عليه تبع قوه الجن عليه او حضوره عليه او تحكم الجن في الجهاز العصبي. يعني واحد مثلا الجن معمول له او السحر معمول له عشان يعني يحب النساء او يعني يزني او يرتكب المعاصي، فلو الانسان ده الجهاز العصبي عنده افتقد القدرة على الجهاز العصبي عنده وابتدى يفعل هذا الفعل بدون وعي او مش قادر يتحكم في نفسه، هنا يقع الاسم على الجني فقط والساحر والذي فعل السحر لهذا المسحور.
ولكن إذا كان الإنسان مصحورا ويعي ما يقول وعنده القدرة على التركيز وعنده القدرة أنه يفرق بين السقيم والعقيم وبين الصح والغلط وبين الذنب وبين يعني عدم الذنب، فهنا الذنب يقع على المصحور والجني والساحر والذي فعل السحر للمصحور. فمش مشكلة. فيجي الإنسان المصحور، وده احنا يعني برضو ايه، ده افتتاح مركز القاهرة او الجيزة يعني في 6 اكتوبر، وان شاء الله احنا افتتحنا يوم الجمعة الماضية وكنا موجودين، وان شاء الله احنا موجودين في مركز الجيزة يعني. فالناس كتير كانت تقول لك احنا لازم نقابل الشيخ راضي ولازم نشوف الشيخ راضي ولازم الشيخ راضي هو اللي عالجنا. ادي انا موجود ان شاء الله في مركز القاهرة او 6 اكتوبر يعني، موجود ان شاء الله وانا اللي بنعالج بنفسي مع الاخوة يعني. وده طبعا احنا حاولنا بقدر الامكان ان احنا نجرب المسافات على الناس ونقول للناس ان احنا موجودين معاكم، وان شاء الله ربنا يقدرنا ونفتح يعني في كذا مكان عشان خاطر الناس تستفيد ونقدر نفيد الناس عشان نحارب الهموم او نحارب الناس اللي هي بـ 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 يعني بتسحر الناس وتضيع حياتهم وتدمر حياتهم بايه، بفعل السحر او الذنب، بهذا الذنب اللي هو يعني يصل الى حد الشرك بالله تبارك وتعالى. لان السحر من موبقات 7 التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والاسحار او هذه الاسحار من الكبائر يعني السحر وقتل النفس ويعني الزحف يوم والزحف في القتال والكفر والشراك وعقوق الوالدين، هذا كله من الشركيات او من الكبائر يعني اكاد التي اختلف فيها العلماء هل هذه يغفرها الله تبارك وتعالى ام لا يغفرها. فالسحر من هذه الذنوب، اذا سحر الانسان اخر يعني راح لحد عشان يسحر له او يعمل له سحر، فهذا ارتكب كبيرة من الكبائر التي يعاقبه الله تبارك وتعالى الا اللمم يعني غير اللمم، اي ذنب الانسان بيقع فيه ويتوب منه ربنا بيغفره. لكن الكبيرة يعني من الصعب جدا انك تتوب منها، ومن الصعب جدا ان ربنا يغفر لك هذه الكبيرة علشان انت عملت كبيرة فعلت كبيرة. فلو انت فعلت سحر او فعلت سحر لحد، توب الى الله تبارك وتعالى وبادر بالتوبة وروح فك السحر. يعني واحد يقول لي انا فعلت سحر لحد وتوبت يا شيخ خلاص وما عادش عامل تاني، لا، انت هتعاقب على الاسحار اللي انت عملتها. اعتقد بنادي الله تبارك وتعالى وربنا هيحاسبك على السحر اللي انت عملته لفلان وفلان، لان انت بتأتي بالمرض للمسحور وبتدمر حياته بتضيع حياته بطلسم سحر انت ما تعرفش قوته ولا قدرته ايه. علشان كده يمكن في كذا حد جالي المركز امبارح او اول امبارح وعايزين نتكلم على الاسحار اللي هي بتطلع او الاشياء اللي بتطلع من المقابر او غيره. طبعا احنا بينا البارح في الحلقة مع الاستاذ هاني بينا ان في اسحار ناس بتروح تحطها في المقابر وتطلعها من المقابر، ان دي اسحار موجودة وعشان تلهي الناس وتقول للناس ان احنا بنعرف نطلع اسحار من المقابر. طيب عشان برضو ننهي المسألة دي، يمكن اتكلمت فيها البارح، السحر ده لو الجن اللي دفنه او الانسان دفنه، الجن بياخده ويتحصل على هذا الطلسم وبيلغيه او بينفيه من الوجود او بيدخله في عالم اسمه عالم الجن عشان انت ما تحصلش عليه بعد كده وتقدر تفكه. عشان كده السحر المدفون من اصعب انواع السحر. لذلك سحر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر المدفون، انه سحر او دفن سحره في البئر، دفن في البئر. عشان كده السحر المدفون ده من أصعب أنواع السحر. ولما يكون سحر المدفون ده معمول لهدف التخيل أو الهدف منه التخيل، الإنسان يحصل له تخيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر بهذا السحر، سحر التخيل، أنه كان يهيئ إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله. فذلك السحر سحر خبيث جدا، ويعني مش أي حد شخصه. وأنا كان عندي حالة النهاردة من هذا في المركز من هذا النوع يعني من أنواع السحر التخيل أو أنواع السحر هدفه التخيل، لأن سحر التخيل ده بيكون سحر قوي وغبي جدا، وما بيعملوش غير أكفر الناس لله تبارك وتعالى وأكفر الصحرة عند الله تبارك وتعالى. ليه؟ عشان خاطر يضر بيه، فيعمل للإنسان سحر التخيل. إيه سحر التخيل؟ سحر التخيل ده عشان خاطر دماغه دي ما بتبقاش موجودة، بيغير تفكيره، بيغير حياته، بيشك في الناس اللي حواليه، بيشك في فعله، بيشك في عمله، بيشك في أولاده، بيشك في زوجته، بيشك إن هو في رحمة ربنا، بيشك في فعل الله تبارك وتعالى. فكل ده بإيه؟ بيأتي من السحر التخيل أو السحر هدفه التخيل. ناخد أم مصطفى ونكمل. أم مصطفى، ألو،
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ازيك يا شخراط؟ ربنا يحفظك وبارك فيك يا رب. تفضلي. الله يبارك فيكم والله. ربنا يحفظك. والله انا كنت تعبانه فعلا والحمد لله يعني رحت بارك الله في الاخ سعد. كويس رحت للشيخ سعد الحمد لله يعني. ربنا يحفظك وبارك فيك. منين يا اختي؟ طيب انتي؟ انا من جنة. من جنة. اه طيب كان عندك ايه وتعالجتي منه؟ طيب يعني كان من زمن يعني تعبانه. كويس تعبانه فعلا. كان تعبك ايه طيب يا اخت سعد يا ام مصطفى؟ يعني الم جسمي وعرض الوركي تعبني. تمام. كنت اروح للدكتور يقول عرض النسي. كويس. بعد كده اتنقل دراعي. كويس. دراعي قالوا لي كويس قالوا التهاب في الأمطار. بعد كده في ظهري قال لي انت لا عن ظروفي تعبانه يعني تعبانه زي التعب النفسي. النتيجه الاخيره ان انت بعد ما رحت المركز عند الاخ سعد الحمد لله ربنا قدر لك ان الحمد لله والله بارك الله فيك. ربنا يحفظك والله شفاه. ربنا يحفظك شيخ سعد يعني ويحفظك والله يا مصطفى. ربنا يبارك له. اشكرك نشكرك على ذوقك والحمد لله يعني جاني 4 جرعات الحمد لله ديني لسه في العلاج والحمد لله والله. حسيتي بتحسن بعد قد ايه يا ام مصطفى؟ طيب لا حسيت بتحسن من اول اسبوع. كويس كويس يعني كويس. كان شعري على دايما يضبط. كان شعري دايما يضبط الحمد لله. تمام. توقف التساقط بتاعه. تمام. والحمد لله يعني حاسه بتحسن في البيت. كويس. بس يا حضرتك تعبان جسمي تعبان فما اقول يمكن من اثر العلاج يعني. لازم عشان انت اعتبر بتعملي عمليه يا ام مصطفى. اشكرك. السحر ده مرض فلازم ياثر على الجسم او وجوده في الجسم فتره كبيره لازم يعمل مشكله في الاعضاء بتاعه الجسم. مين تاني؟ مين تاني اسمها؟ رحاب. اتفضلي يا اخت رحاب. اخت رحاب اتفضلي. حضرتك انا نيفين. مين؟ نيفين من اسكندريه. نيفين يا اهلا وسهلا. اتفضلي يا اخت نيفين. ازي حضرتك يا شيخ؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. الف مبروك على الفرع الجديد. ربنا يحفظك ويبارك فيك. حضرتك نيفين. سامعك انا سامعك خلاص. اسمعيني من اسمعيني من التليفون. عايز اشكر برضه الشيخ سعد لان انا اتواصلت معاه على التليفون بس وما شاء الله عليه ما قصرش معايا حتى وهو بعيد عني. ربنا يحفظك يا رب. حضرتك انا نفس اللي حضرتك بتقوله. انا عندي زي مخي ده واقف خالص مفيش تركيز وفي مشاكل على طول بشق في جوزي. بقوم من الساعه الفجر كده اشم في هدومه افتش في تليفونه. عندي حاجه وجع في دماغي رجلي ما بقدرش امشي بيها. رحت للشيخ واداني ميه بقران وكده بطني بقت تعلى تعلى بزياده ما بقتش انام بالاكتر. بقوم اعيط لوحدي امشي في الشارع اعيط. فقال لي واحد قال لي انت عندك اكتر من سحر شاربه وواكله ومعديه لكن كويس. حضرتك بيدوني حاجات بتسكنني شويه وبرجع بعد كده اتعب اكتر من الاول. كويس كويس. فانا رحت فرع اسكندريه. تمام. بس ما لقيتش حضرتك. فجوزي زي ما يكون برضو ما قلت النوم عندي ما يخشهاش نهائي. نهائي. من بره بره يخش من الباب ويتخانق معايا واخد بعده ويطلع تاني يمشي تاني واقطع الطلاق وخدت بعده ومشيت. قعدت اكتر من 3 شهور بره بيتي. كنت مرتاحه جدا جدا طول ما انا بعيد عنه جدا. جه تعب وجاله مرض ودخل المستشفى تعب في القلب. رحت انا رحت له عشان اوريه العيال ورحت اشوف. طبعا فقلت لازم ابقى جنبه. تمام. لما قام جزاك الله خير رجع تاني نفس النظام. نخش الشقه اتعب بره البيت انا كويس. تمام. لكن انا في بيتي وبشك في كل حاجه هدومه بشمها حضرتك بشمها كده. طيب دلوقتي انت عامله ايه؟ طيب بعت لي رقيه اللي هي يفرقونا بين المرء وزوجه. تمام. ايه واحد اسمه سعودي تقريبا. تمام. الدراع الشمال حضرتك بيتحرك. تمام. بسجد لما يقول لي بسجد برجع تاني بسجد تاني والقى السحر سجدين بسجد مرتين ومش انا حضرتك اللي بتحرك فاهمني. طيب يا نيفين دلوقتي النتيجه الاخيره عشان الوقت معلش. دلوقتي النتيجه دلوقتي ان انا لو انا رحت زي ما بيقول لي مثلا ممكن يكون مصلك على نجم لو انا خدت العلاج ده في فرع بتاع الاسكندريه. تمام حضرتك. تمام. ابني بيقوم يصرخ بالليل ممكن يكون ابني هو كمان في حاجه.
وعيالي انت بقيتي كويسه، ممكن يكون ابنك عنده سحر وراثي منك يا اخت نيفين. انا لسه ما اخدتش العلاج، انا لسه راح اخده من فرع اسكندريه. لا بقى خدي علاجك، روحي الخميس يوم الخميس، احنا عندنا فرع في اسكندريه الخميس والحد، روح خدي علاجك وان شاء الله برضو بشرح الاخ العيب موجود هناك الاعراض اللي عند ابنك عشان يديك علاج له، وان شاء الله ربنا يعفو عنه ان شاء الله. ممكن نشكرك. ابني وبنتي يبقوا فيهم حاجه يعني. ممكن يكون فيهم حاجه وراثيه من حضرتك. نشكرك يا اخت نيفي، نشكرك، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. طبعا انا قصدت ان الاخت الاولى لام مصطفى تتكلم عشان خاطر تبين ان في اعراض بتحصل في 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 الانسان، وفي وممكن العلاج يعني، عشان واحد يقول لي انا حياتي اتدمرت وماليش علاج ومش عايز مش عارف ايه، والشيخ للاسف يعني كان عندي حاله النهارده، الشيخ قال لهم انتوا مالكمش علاج خلاص، ده السحر هيدمركم ومالكمش علاج وعيشوا كده وخلاص. فالكلام ده كلام غير واقعي اصلا، لان السحر موجود وللاسف الناس بتستغل حاجه الناس او مرض الناس عشان خاطر يشوهوا حياتهم. والله انا كان عندي النهارده يمكن هم سامعيني اكثر من 3 حالات، وراحوا لفوا على الشيوخ كتير جدا عشان خاطر، والشيوخ قال لهم انت عندكم سحر. لما جول المركز والله قلت لهم انتوا ما فيكمش سحر، والله قلت لهم انتوا كده لا واخدين علاج ولا فيكم اي شيء اصلا، ده الامر متعلق بقرين مدمر حياتكم وبيعمل لكم كذا وكذا وكذا، وانتوا ما فيكمش سحر اساسا، واتعاملوا وجربوا من ربنا والجأوا لله تبارك وتعالى وبعيدوا عن الشيوخ عشان خاطر حياتكم تستقيم وتبقى كويسة. للأسف إن الناس بتستغل هذه الظروف عند الناس اللي هي ضعاف النفوس، ويبدأوا يحطوا لهم أسحار في المقابر ويتصلوا عليهم ولهم روحوا ضلعوا الأسحار هتلاقوها في المكان الفلاني عند قبر فلان وضلعوا. أنا كان عندي أول امبارح كان عندي أخ جاب لي الأسحار ديت، يعني جاب لي الحياة ديت من المقابر. أنا برضو قصدت إن نطلعها على الهوى عشان خاطر الناس تفهمها والناس تعرف يعني إيه أسحار وتعرف يعني إيه مصيبة الأسحار. طبعا الاشياء ديت هو اهو، طبعا اي حد هيشوف الاشياء ديت اهو، ده طبعا هو معتقد ان طبعا اي حد هيشوف ده يعني ده اهو سحر اهو، تمام. وانا بس بنبين الاشياء ديت اهي اهي، طبعا اي حد هيشوف الاشياء ديت هقول سحر، لا لكن انا للاسف ده مش سحر عشان برضو الناس تفهم يعني ايه سحر. طبعا الاشياء كلها يعني قفل طبعا، وادي قفل، وادي طبعا مواس وحاجات ايه يعني حاجات صعبه، هو ايه طبعا متعلق بمواس في طبعا، وكان في اشياء كتير جدا تاني هو طلعها لهم. وده للاسف انه ده كان سحر اصلا، ما كانش سحر ولا شيء، ده هو حد من اللي شغالين بيقولوا احنا بنطلعوا الاسحار من المقابر وحمل تطهير المقابر، حاطين له الحاجات دي في المقابر وعارفين ان هو عنده مشكله بينه وبين زوجاته، وقالوا له روح للشيوخ او روح في المكان الفلاني. طبعا يعني معروف ان فلان بيطلع اسحار من المقابر او بيعمل حمل تطهير المقابر، فيعمل ايه؟ خلاص يا ابني روح للشيخ او اتصل بالشيخ فلاني، الشيخ الفلاني بيقول له سيبني يوم ولا حاجه وانا هنعرف لك القصه كلها والدنيا فيها ايه. فبعد يوم ولا حاجه اتصل عليه يقول له انت معمول لك سحر في المقابر في المكان الفلاني وروح طلعه، هتلاقيه عند قبر سيدك، هتلاقيه عند قبر فلان، هتلاقيه عند قبر فلان. طبعا ده اللي احنا وردناه ده اللي هو جابه ده مش سحر، ده هو حد حاطط قفل وحد حاطط مواس، ودي مش كتابة ساحر اصلا، يعني عشان نسبة ما تنوهمش ويقول لك حملة تطهير المقابر ويقول لك ان انا هروح نطلع اشوال اسحار من المقابر، الكلام ده مش يعني انتوا اذيتوا الناس نفسيا. لما انت بتطلع من قرية شوال اسحار مليان اسحار، يبقى القرية كلها مسحورة، يعني ما فيش حد سليم من الاسحار خلاص ودمرتوا الناس نفسيا. فالموضوع طبعا ده كلام هو حاجات معمولة زي السحر، والاسماء طبعا برضو مش عايزين نعرض الاسماء، حاجات معمولة زي السحر اهي، وطبعا مكتوب عليه كذا، وده طبعا مفروض ان هو حي من اللبس الداخلي بتاع الرجل يعني اللي هو صاحب البيت ده، وطبعا دي كان كله خطة من الشيخ اللي هو بيقول انا منطلع الاسحار من المقابر. يا جماعه خلي بالكم من القصه ديت، اي حد يقول لك انا عم طلع لك سحر من المقابر اعرف ان هو عنده مشكله في حياته، اعرف ان هو بيتعامل مع الجن اصلا، ده مش سحر اساسا، ولو هو يعني يفقه يعني ايه تعامله مع الجن دي مصيبه كبيره. واحد هيقول لي شيخ لا ده انا شفت بعيني وكنا حواليه كلنا وهو ماشي بالجزازه حاطه على ايده والجزازه ماشيه وبعدين ميلت ناحيه الناحيه الفلانيه ففحته وجدوا الاسحار مدفونه. طبعا انا لازم الناس تفهم يعني لو هو شايل شيء على ايده والشيء ده بيميل عشان خاطر يطلع السحر او يوديه مكان السحر نفسه، يبقى هو يا اما معاه جن بيوجه الجزازه ديت انه يوديها مكان السحر ودي تبقى مصيبه كبيره، يبقى هو بيتعامل مع الجن.
وواحد تاني هيقول لي طب ايه عرفه ان هو تحت المكان ده هو السحر، يبقى انت معاك جن بتعرف بيه، يا اما انت اللي دافن السحر ده. يعني عايز الناس تفهم، يا اما انت اللي دافن السحر ده وهمت الناس بيه، يا اما معاك جن اصلا هو اللي دلك على مكان السحر فعشان تبقى شيخ، والشيخ اللي بيطلع اسحار. يعني انت عايز توصل للناس ان انا الشيخ اللي بنطلع اسحار، وطبعا دي مشكله كبيره ووهمت الناس وضيعت الناس. حسن فضلك. حسن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضلتك ربنا يحفظك ويبارك فيك يا اخي. والله احنا مستمع حاجه يا حسن. الو سمعني كده يا فندم؟ اطلع، لا خليك في مكان في شبكه وكلمني من التليفون. انا قاعد على السطح والله. ايوه خليك في السطح. اتفضل يا اخ حسن. كده تمام يا شيخ؟ اه سامعك اتفضل. احنا بنقدم الشكر لحضرتك والشيخ سعد، من شيخ فضيلتك برضه الشيخ سعد. ماشي. يعني دلوقتي انا كنت بنعاني من مرتب اكثر من 30 سنه. اه والحمد لله حسن، يعني الحمد لله. يعني زوجتك مريضه بالسحر بقالها 30 سنه؟ اه 30 سنه. ولفينا على كتير والله، ولفيت على كتير للاسف. ان هم بيعالجوا جن بس يا عم حسن، سابوا الجن لما دمر يعني ايه حياه الناس، وهم مشغولين بالجن اللي عمل. والله النتيجه الاخيره عم حسن ان انت زوجتك الحمد لله خفت. الحمد لله يا شيخ راجع، النقطه في تحسن كبير كبير. طيب الحمد لله يا عم حسن. طيب وهي عايز تحمل نقل عشان تتذكر لفضيلتك برضه وللشيخ سعد. ربنا يحفظك يا عم حسن، ربنا يكرمك. طيب يا عم حسن، في حد قال لك قول الكلام ده؟ لا يا شيخ بالعكس، احنا يعني انت جاي متطوع لفضيلتك الشيخ سعد والشيخ سعد كمان المصدر هنا بينا. ربنا يحفظك ويحفظ الشيخ سعد، هنجي لك جنة ان شاء الله يا عم حسن. الله ان شاء الله هنديها زياره عندكم قريب باذن الله. بس ان شاء الله ربنا، ان شاء الله ربنا يحفظك يا اخي. لو عايزين نتصنت قبل كده باذن الله. ربنا يكرمك يا عم حسن، ربنا يحفظك. ربنا يكرمك حبيبي. نشكرك حبيبي. في مطالب بس احمد، كنت عايز اتكلم حضرتك في الشيخ سعد. طيب اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ازي حضرتك؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. خليكي بقى، خليكي فوق السطح فوق شويه بقى يا اختي بقى. قولي تاني. ربنا يحفظك، اشكر الله تبارك وتعالى. الله يخليك. ربنا يحفظك. طارق يا رب. اخ طارق برضه. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا اختي. انا هم الشيخ سعد، اخ طارق اللي مع الشيخ سعد في المركز، ربنا يحفظه ويبارك فيه، اخ محترم. اه طبعا. ربنا يكرمك يا رب، احنا تحت امرك يا اخت ام محمد ان شاء الله، يعني لو ابنك اسمه محمد. ونشكرك. نشكرك اخ حسن على ذوقك وشكرك ده. نشكرك حبيب. نور. الو. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا اخت نور. ازيك يا شيخ؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. ربنا يبارك فيك يا رب ويبارك في الشيخ سعد برضو. فيش اتصالات غير من الشيخ سعد ولا ايه؟ الحلقه اللي فاتت كان مستضيفين وكان نور الشاشه والله ما قدرتش. كان الحلقه اللي فاتت معايا، ونضل ان شاء الله نجيبه معايا كل شهر باذن الله مره باذن الله. انا وعدت بالكلام ده النهارده ان شاء الله. انا عرشيه من اهل سينا. ومن العريش. اه ربنا يبارك فيكم يا رب. ربنا يبارك فيكم. يا رب ربنا يبارك فيكم. بس يا ريت تحكي عن اعراض السحر المرشوش. حاضر. علشان انا بحس فيها كده يعني عراض عندي وكده، يعني رحت للشيخ وكده وقال لي عندك سحر مرشوش وكده. تمام. وكنت اخاف من مكان معين كده، بقدرش اقرب منه. تمام. فالحمد لله اتعالجت قبل حوالي 10 سنين كده، بس انا الحمد لله اتعالجت وكده وتحسنت الحمد لله. بس في عرض خفيف شويه كده، يعني بحس بضيق، بحس بحرقان في جسمي. بصي يا اختي، بص افطري تمر كل يوم الصبح وآية الكرسي بعد كل صلاة. ان شاء الله انا كل شيء الحمد لله بقدم ربنا عليه بعمله. طيب ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. امين. يا ريت تحكي عن اعراض السحر المرشوش بالحلقه دي. حاضر. يعني لو ما قدرش ربنا نخليها ان شاء الله الحلقه القادمه. ان شاء الله. بس طيب. وان شاء الله
يا أختي ودعينا ربنا يشفيها كده. ربنا يشفيك ويعفو عنك يا رب، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب، ربنا يحفظك يا رب. يعني في مصايب كبيرة والناس فعلا بتلجأ، يعني بس حاول بقدر الامكان انك انت لما تروح تتعالج تتعالج عند حد فاهم عشان ما يضركش يضيع حياتك. اكتر الحالات يقول لك انا لفيت 10 سنين، والاخ حسن بيقول لك بقالي 30 سنه بنتعالج من السحر. مفيش حاجه اسمها سحر يقعد 30 سنه ولا سنه ولا يوم ولا اتنين. السحر خلاص ده مرض في جسم الانسان، طالما الانسان نظفه من جسمه ورجعه من جسمه خلاص قصته بتنتهي والانسان بيرجع طبيعي. لكن المشكله انك تعالج السحر وبعد ما تعالج السحر يعني في حالات بتواجهنا بنعانوا معاها ان هو دايما شاغل دماغه بالجن بس، فكل حياته ان الجن عمل لي والجن خلالي وسايب الركيزه الاقوى في جسم الانسان اللي هي السحر او مرض السحر داخل الجسم. فدايما الشيخ اللي بيعالج يركز الاول على السحر ينظف جسم الانسان الاول وبعد كده يتعامل مع الجن، والجن كده كده لما تنظف له الجن السحر من جسم الانسان بيترك جسم الانسان لوحده. حتى لو انت صليت ركعتين، لو قرأت آية الكرسي، لو قرأت الفاتحة، لو قرأت سورة البقرة، أيا كان القرآن اللي هتقرأه الجن بيقتنع ويسيب جسم المريض ده ويذهب بدون أي ضرب ولا تعذيب ولا حرق ولا صعق ولا الكلام اللي بنسمعه ده كله يعني. فالنهاردة إن شاء الله نرجع لموضوعنا اللي هو أعراض السحر العامة، وإن شاء الله عشان يعني برضو الأخت اللي يعني سألتنا على موضوع السحر المرشوش إن شاء الله نتكلم عن السحر المرشوش. هي حسن مشكلتها في حياتها كلها السحر اللي هو عندها بس، لكن ان شاء الله نتكلم عنه يا اختي باذن الله. لكن اعراض السحر العامة احنا قلنا ان السحر ده له اعراض عامة واعراض خاصة. اعراض عامة ديت اللي بتجمع كل انواع السحر فيها، بيجتمع انواع السحر كلها فيها. والاعراض الخاصة ان كل سحر من دول بيميز نفسه بشكل معين او بصفة معينة او باعراض معينة، فلازم الشيخ يقدر يفصل بين الاعراض بين كل سحر والتاني عشان يقدر يفيد الناس ويقدر ينظف السحر ده من جسم المريض. نذكر تاني يا جماعة يعني حاول بقدر الامكان الموضوع الشو الاعلامي اللي هو حمل تطهير المقابر والكلام ده، هو نحاول نقلل منه عشان الناس ما تنوهمش وتجري ورا الناس اللي هي يعني ايه بتفعل ذلك، وتحاول بقدر الامكان ان انت تخلي اعتمادك على الله تبارك وتعالى. حتى لو مدفون لك السحر ربنا ما قدر لكش انك تؤذى منه، مش هتؤذى ولا يحصل لك شيء. اخ رجب، فصل رجب. رجب معايا، نشكرك يا رجب، حاول تصل تاني. طيب اعراض السحر العامه ديت اللي هي بتخص كل الاعراض، اول ما المريض بيجي لازم نساله على هذه الاعراض عشان نشوف نحدد عنده هل انت عندك مشكله من السحر والجن اولا ولا لا. اول شيء الصداع القوي جدا الغير معلل طبيا. واحد يقول لي انا بيجي لي صداع وخلاص، لا، الصداع ده ممكن يكون لاي سبب تاني. لكن لو بياتيك صداع والصداع ده غير معلل طبيا، بنروح لكذا طبيب، بنروح بناخد جميع العلاجات ما بتجيبش نتيجه للصداع ده، هو يبقى فيك مشكله. واحد يقول لي اصلا انا خدت بنعالج صداع بقى 10 سنين. طب بنروح للدكتور، ما عندكش مشاكل صحيه، ما عندك التهاب في جيوب انفيه، ما عندكش مثلا مشكله في جسمك، لكن الصداع ده ما لوش علاج، او يعني مش قادر الدكاتره او الدكاتره ما طلعوا له علاج وما جابش نتيجه معاك، يبقى الجا ان في مشكله عندك، دور عليها هتلاقي الموضوع ان شاء الله ان انت عندك مشكله سحر. ورده، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ رضا معايا؟ اتفضلي يا ورده. ازيك يا شيخ رضا؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. انا متصله يا ورده الشيخ سعد بتجينا، رحت مرتين تمام ودينا لك والله العظيم حسنت على الحمد لله، فضل ربنا وفضل ربنا يحفظك يا رب ودايل ومن ان شاء الله. ربنا يحفظك يا رب وبارك فيك يا رب. افتح لنا مركز بسيط يا شيخ رضا، افتح لنا كثير عندنا والله. ان شاء الله باذن الله نجيكم ان شاء الله يا اخت ورد. افتح لنا مركز اسيوط. اسيوط؟ ايوه اسيوط ان شاء الله. يعني ان شاء الله بس مركز عندنا عندنا حالات كثيره. ان شاء الله نجيكم اسيوط ان شاء الله ونفتحوا مركز هناك، بس الاول احنا عايزين ندخله على ايه، احنا فتحنا في القاهره عايزين ندخله ناحيه الشرقيه او اسمعي عليه شوي. حاضر حاضر يا اخت ورد. حاضر. وانا بشكر الشيخ سعد بصراحه، الله يبارك فيه يا رب ويصلح حاله كان وتاني. ربنا يكرمك يا اخت ورد. كمان يا شيخ راضي، ربنا يحفظك يا اخت ورد، ربنا يحفظك ويجعل ميزان حسناتنا يا رب، ويجعلنا ان احنا نكون بنرفع العبء على الناس ونكون سبب في شفاء الناس. انا ليا 16 سنه معاني بجد، مهما كلمت قلت لك على المشكله بتاعتي. 16 سنه. ايوه 16 سنه، وفضل ربنا وفضل الشيخ سعد والله العظيم من اول اسبوع من اول يوم حتى الان اتحسنت والله الحمد لله. كويسه كويسه ورده والله، والله حاجه تفرح.
شيء يفرح والله يا ورده لما نسمع حد بيقول الكلام ده. هو تبقى انا بدايت والله العظيم وام ما تدايت والله تقول يا رب يجيش على صغير حسنات يا رب يكرمهم كل خير يا رب يا ورد. ايوه لو الحجه خلاها تدعي لنا بالله عليك يا ورد. والله ما تدايت على اللي حصل. أيوة. هو كتابه وامورك حسنت الحمد لله والله الحمد لله الحمد لله يا ورد الحمد لله ربنا يشفيك يا فندم. بس اهم حاجه تكون مركز تطوير. حاضر حاضر يا ورد. بس جراي ما طولت علينا بالله عليك. حاضر يا ورد حاضر والله ان شاء الله نعملوا حسابكم في مكان ان شاء الله باذن الله. ربنا يقوينا يا ورده ونفتحوا مراكز في كل مكان عشان نفيدوا الناس. وبنأكد ان احنا موجودين في 6 اكتوبر في يعني في مركزنا وموجودين ان شاء الله ومستعدين ان احنا نعالج اي حالات بقدر الله تبارك وتعالى. وبرضو عشان نأكد ان حاول بقدر الامكان ان انت لو عندك سحب ما تقعدش لما السحر يبوظ حياتك ودمر حياتك ويلجيلي انا ما اقدرش نعملك شيء لان السحر دمر الجهاز العصبي عندك ودمر معدتك وضمه وعمل لك مشاكل مزمنة عمل لك مرض عضوي مزمن ملوش علاج طبي حتى. فما تستناش لما يحصل كده وبعدين تدور ان انت عندك مشكلة عايز نعالجها. ايه بقول لأول عرض الصداع المزمن يعني الغير معلل طبيا وملوش دواء ورحت اتعالجت منه كذا مره وملوش يعني ملوش علاج. تاني شيء طبعا ان الصداع ده يخليك تنام او تصحى، يعني الصداع ده يفضل وراك من شدته لما يخليك تنام او تصحى بالصداع برضه في دماغك وتصحى بيه والصداع يكون متعلق بحياتك كلها. طبعا بيخلي الانسان نفسيا على طول تعبان ونفسيا متضايق ومش عارف ياخد قرار في حياته، مش عارف يشتغل ولا عارف يتكلم مع الناس ولا عارف يطلع ولا عارف يدخل، بيدمر حياته لانه اصلا الصداع ده هو يعني الدماغ دي مركز تحكم الانسان في نفسه. فلما تكون ديت المكان ده هو اللي المستهدف من الجن فبيبقى الموضوع صعب على الانسان يعني اكتر واكتر. تاني عرض ألم في الظهر قوي جدا وأكتر الألم ده بيكون في الفقرة القطنية أو آخر فقرة اللي هي كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم عجب الذنب، يعني التي يخلق منها الإنسان أو التي يعني يبعث منها الإنسان عندما يأمر الله تبارك وتعالى إسرافيل بنفخة البعث رجب. برضو مشكلة مش عندنا أخر رجب بقى. حاول اتصال تاني وإحنا إن شاء الله نستقبل المكالمة. ألم الظهر ده بيكون ألم قوي خاصة في الفقرة القطنية، بيكون في الجزء السفلي من الظهر وده بيكون خاص بالسحر المدفون أو المرشوش. احنا قلنا ان السحر المدفون أو المرشوش ده يعني بيعلق أو بيكون بيأثر على الجزء السفلي من الجسم، فعشان كده الإنسان المسحور بالسحر المرشوش أو المدفون بتلاقي دايما عنده نصه على طول تعبان، ظهره تعبان، بيكون زي بنمل خدلان، عنده تنميل في رجليه، عنده مسكة في رجليه هو ماشي، رجليه تقيله، عنده على طول ألم مش قادر يتحرك من ظهره، حتى لو عمل عمليات بترجع تاني ويحصل عنده نفس المشاكل لأن الجن هو اللي بيتحكم في هذا المكان. عشان كده دايما بيخلي الإنسان مش قادر يتحرك، مش قادر يروح ولا يجي، ودايما مهما خد من علاجات برضه المسألة بتبقى قائمة. وطبعا احنا ودي المشكله برضو ان الجن بيتحكم او الفقر دي بتتاثر اكتر شيء لان المكان ده بيكون يعني قبال المعده والمعده هي اللي بتحمل السحر. لو انسان برضو مسحور بسحر ماكول او مشروب ويكون عدى عليه زمن كبير او زمن كثير يعني بيكون الانسان ده اثر على المعده واثر على القولون واثر على الجزء اللي هو قبال المعده حتى بوصل التهاب للفقرات او الاعصاب بتاعه الغضروف. والانسان دايما يحس انه عنده الم في ظهره او ظهره يقول لك انا حاسس اني متخشب مش قادر نتحرك كاني عمود حديد مش قادر نتحرك ليمين ولا شمال. ده بيكون سببه السحر اللي يكون مرشوش او مدفون لانه بيأثر على الجزء السفلي من الجسم. ثالث عرض سقوط الشعر. دايما الانسان المسحور او المسحوره بنجاسات او السحر السفلي خاصه بيكون الانسان عنده اخر اضعف شيء في جسمه هو الشعر، فالشعر دايما تلاقي شعرها بيسقط. يقول لك شيخ انا دايما شعر بينزل مني او ما ندخل الحمام نلاقي البانيو او الحمام كله بقى شعر من شعري من غير ما نسرح او من غير ما نحط مشط في شعري وشعر بينزل. كان عندي حاله امبارح من المنصورة بتقول لي يا شيخ والله أنا أول ما نحط شيء أو ما نحط مثلا كريم ولا أي أو شامبو أو شيء على شعري شعري يمسك في بعضه كأن أنت كأن تحطيت عليه غيرة بالضبط. زوجها بيقول لي والله ما كانش له حلول قعد 3 شهور أنا مش قادر نسرح لها شعرها أو ما شط لها شعرها والأخير أني رحت قصيت شعرها عشان أنا مش عارف نشوف له حل. أي شيء تحطه على شعرها من كريمات أو شامبو أو غيره يمسك في شعرها يمسك في بعضه لأن الجن عايز يتحكم في المكان اللي هو خاص بالشعر ده.
واحد تاني يقول لي انا دايما نلاقي شعره من شعري معقده لوحدها، يعني شعره واحده بس والشعره دي معقوده كم عقده، عشان خاطر الجن بيعقد وينفث، يعقد وينفث من شر النفاثات في العقد، وديت بالجن ده اصلا هو اللي بيعقد السحر على يعني قفى هذه السيده او الرجل، فبيعقد الشعر عشان يعقد لها حياتها، كل ما شعره تسقط يطلع شعر غيرها ويعقدها تاني، والاخير خالص لما هو يتحكم في الجهاز العصبي بقى خلاص يبدا يكلفت الشعر كله، والانسان بيكون عايش طول عمره وهو يعني انسان. طبعا جمال المراه في شعرها، فدايما شعرها يكون هو ايه، يكون ملبد ومش قادر تسرحه ولا قادرة تتزين به لزوجها او غيره، فبيكون بيعمل لها شيء نفسي قوي جدا، فالشعر بيسقط لو هو اصلا السحر ده معمول بنجاسة زينة او غيره، او نجاسة مني يعني دم دورة او غيره، فبتكون هرمونات البنت دي اتدمرت منها ودمها نفسه ابتدى يضعف، وطبعا بتكون كرات الدم الحمراء اتدمرت في جسم الانسان، ما عادش فيتامينات في دمها او غيره، او كالسيوم او حديد او مغنيسيوم او اي حاجه من الفيتامينات ديت بتخص، او بتكون الدم نفسه ضعف، فيبدا الشعره دي اضعف شيء في جسم الانسان هو الشعر، فيبدا الشعره كلها تنزل. ازاي نقدر نميز ان السحر ده قديم ولا لسه حديث، ولا من سقوط الشعر لو الشعره بتسقط من جدرها، اعرف ان السحر ده معدي زمن من على الانسان دهوت اكثر من 5 سنوات، عشان كده اثر حتى على بصيله الشعر نفسها، فالشعر كله بينزل حتى مهما خدت من علاجات. واحد يقول يا شيخ طب ممكن تروح تتعالج والقصه بتنتهي، لا احنا بنتكلم لو هي خدت كل العلاجات ومفيش نتيجه وشعرها برضو بيسقط. امين. ام احمد اتفضلي. ام احمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ربنا يحفظك ويبارك فيك يا ام احمد. الله يكرمكم يا رب. يا رب يا رب. منورين الشيخ يا شيخ والله. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا ام احمد يا رب. ربنا يكرمكم يا رب. والله انا احب اشكر الشيخ سعد برضو. انا كنت رحت عنده كنت والله تعبانه خالص انا وبنتي وعيالي كويس والبيت كويس، ما كناش طايقين كده البيت خالص، وربنا كرمنا بعلاج الشيخ سعد الله يبارك له يا رب الله يحفظه. تمام الله يبعد عنه الاذى يا رب. الحمد لله بعدها الحمد لله خفينا جينا كويسين، ما كنتش ضايق البيت الحمد لله كويسين بعد ما عطاني العلاج الشيخ سعد الله يبارك له يا رب. ربنا يحفظك ويبارك فيك. يعني علاجنا جاب نتيجه بسرعه يا ام احمد؟ نعم؟ علاجنا جاب نتيجه بسرعه معاك وحسيت بتحسن؟ والله جاب، والله جاب الحمد لله. كان الضيق في صدري ما كنتش طايقه نفسي ولا عيالي ولا بيتي، ويعني سبحان الله كان بيني وبين جوزي يعني كانت وصلت الطلاق سبحان الله. بعد ما رحت وربنا كرمني بعلاجكم الحمد لله بفضل الله عز وجل، ثم بفضلكم خفيت الحمد لله. انا وبنتي كانت برضه كان هي عريسي جاء من بره ما كانش يدخل البيت، الحمد لله اتخطبت دلوقتي الحمد لله رب العالمين. تمام الحمد لله يا ام احمد. ربنا يحفظك ويبارك فيكي. الله يبارك لكم يا رب. واشكري ربنا ودايما الاخوه اللي قائمين على المركز. يعني الله يبارك لكم يا رب انكم انتوا عملتوا لنا مركز في جنا الله يخليك. ربنا يحفظك يا اختي. ربنا يحفظك. ان شاء الله نحاول نعمل لكم مركز كمان. والشيخ سعد ربنا يحفظه ويبارك فيه اخ محترم جدا، و أخ بيتعلم وعايز يفهم وبيفهم ودايما بيجيب جديد يعني، ودايما يعني حتى دايما يكلمني يا شيخ في حصل كذا طب خلي كذا طيب، دايما عايز يعني يفيد الناس. فربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب ويجعل ده في ميزان حسناته. فأحلام. ألو. أحلام تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي انا لما باجي ان انا مثلا اكون نايمه وكده كويس بحلم على طول ان في حاجات بحلمها بلاقيها بتتحقق قدام مني. كويس. مش كفايه كده كمان يعني مثلا لما اكون نايمه وكده بشوف بس هم عيون بس كده، يعني اول ما اجي اغمض عيني عيون بس، عيون بتبقى شكلها وحش جدا. كويس. طب بتحس بالشيء قبل ما يحصل يا اخت احلام؟ ساعات كتير. في تعب في المعدة عندك؟ صداع؟ وتعب في ظهري، والصداع بيجيلي كده من ورا من راسي من ورا كده جامد جدا. كويس. طيب البريت مظبوطة ولا بتلخبط يا اختي؟ لا بتلخبط كتير يعني. بتلخبط. طيب متجوزة حضرتك؟ متجوزة. طب في مشاكل على طول بينك وبين جوزك ولا الدنيا كويسة؟ مش على طول بس هي احيانا بنشكل على طول، واحيانا بتبقى من سبب انا يعني على طول ما ببقاش انا مخنوقه ومش طايقه اصلا. طيب انت كده في كده بيجي لي ايام مانيش طايقه عايزه ان انا نشكل اكثر الاسباب، يعني كل شيء هو عامل حاجه بس اكثر الاسباب الشكل معاه فيها. طيب انت كده فيكي مشكله يا اخت احلام، وده يعني ده سحر وعايز يتعالج.
فاتقي الله في زوجك وما تحاوليش تطلعي عليه السحر بقى. فربنا يهديكم لبعض. هو كده في مشكله اخت احلام، وان شاء الله باذن الله لو انت اقرب مركز لكي في المراكز بتاعتنا كان جنا ولا الصعيد ولا اسكندريه ولا البحيره ولا القاهره، تعالي ان شاء الله اي مركز من دول وان شاء الله نعالجوكي وترجعي لوضعك الطبيعي باذن الله. طيب نشكرك يا اخت احلام، ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. اول شيء اللي بنأكد عليه دايما يا جماعه ان السحر له اعراض زي اي مرض تاني، يعني ما حدش يقول لي اصلا انا الجن لما نروح للشيخ بيطلع بيسيبني ولما بنروح بيلبسني تاني، واحد تاني يقول لي اصلا السحر جدد، وواحد تاني يقول لي اصلا خطت على سحر مش لها، وواحد تاني يقول لي اصلا الجن اللي عليها مارد ما بيمشيش، وواحد تاني يقول اصلا الجن اللي عليها يهودي، والجحد تاني يقول لي اصلا الجن التاني كافر، والتاني كل جن واحد. وكل السحر لو انت فاهم يعني ايه سحر هتعالج السحر والقصه بتنتهي من عند المريض ومش هتضره في اي شيء، والموضوع بسيط جدا على الناس. هون على الناس موضوع مرض السحر، لان كل شيء بقدر الله وكل شيء له علاج عند الله تبارك وتعالى، لكن انت افهم انت بتعالج ايه، الموضوع ان شاء الله هيكون متزن وهتعالج صح. رابع علامه ان من علامات السحر العامه ظهور بقع حمراء او زرقاء في جسم الانسان. واحد يقول لي او واحده تقول لي يا شيخ انا دايما عندي بقع في يعني فوق الركبه على طول دايما، او في الجزء اللي هو اسفل من الـ من الـ من, من الحقوه، فدايما تلاقيها على طول فيها مشاكل او كاني حد مجرصها. تقول لك انا مع ان ما حدش اصلا لمسني وانا نايمه ما فيش اي شيء اصلا، يعني لدرجه قسم بالله واحده بتقول لي الاسبوع اللي فات يا شيخ انا نايمه بلبس صحيت لقيت نفسي بلبس تاني وانا متاكده اني انا لبس اللبس ده، ولقيت اللبس ده كاني كان حد معايا في الحلم فعلا. وده طبعا ده لان الجن بياخدها لعالم تاني وبيخليها يعني تفعل افعال مش يعني مش كويسه. وطبعا الجن له قدره على يعني له قدره على التخفي وله قدره على فعل الشيء انت ما بتحسش بيه اصلا، لانه شيء غبي وشيء طبعا يعني قوي. وطبعا حتى الشيخ اللي بيعالج لازم يكون فاهم ان انت بتعارض مين او انت يعني ايه بتحارب مين. انا يمكن الكلام ده يمكن اول مره نقوله، يعني الحلقه من حوالي اسبوع او من 4 ايام كنت بنعالج حاله وتحديت الجن تحدي قوي، يعني والله انا يمكن الكلام ده هتشوفه هتسمعه زوجتي هتخاف، انا اول مره نقوله ما كنتش عايز نقوله قدامها. انا حصل بيني وبين الجن عراك كانه انسان او كانه حد بيتعارك معايا عركه فعلا، لدرجه ان يعني كنت ضرب لدرجه ان خبط في كرسي قدامي وحصل يعني كاني بنعارك حد فعلا. فده يدل على ان في حد قوي بيحارب فينا، ولازم ان احنا ناخد بالنا ان في مشاكل حوالينا وفي عالم اخر حوالينا ناخد بالنا ان احنا بنحارب فيه. او طبعا هو ضعيف بذكر الله وضعيف طالما احنا معانا الله تبارك وتعالى، فحاول بقدر الامكان انك انت تقدر يكون عندك الفقه والخبره لتقدر تميز بيها بين الاعراض السحر وبعضها، بين انواع السحر وبعضها، بين ان انت تقدر تفرق بين الناس وبعضها وبين الشخصيات وبعضها عشان تقدر تفيد الناس وما تضرش الناس. طبعا ان شاء الله نكمل الحلقه القادمه باذن الله اعراض السحر العامه. نشكركم ونوعد الاخت ان احنا ان شاء الله نتكلم على اعراض السحر المرشوش برضو. نشكركم على حسن استماعكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.